إذن الإرسال الأول مع الفرنسية ناتالي توزي. الفرنسية ومرة أخرى تحاول أن تنوع، وكرة جميلة من الإرسال للمرة الثانية، وكرة جميلة لناتالي توزيا. إرسال قبل توزيا، وإلى خارج الملعب وكسر معت توزيا وهينجز. استطاعت هينجز من الفوز في اللقاءات الخمسة. ومرة أخرى أيضا على الإرسال، وكرة قوية جدا من الأول، ومرة أخرى أيضا إرسال قوي أول، وتنجح ناتالي توزيا. أول نقطة لناتالي توزيا. إرسال وإرسال ساحق بسرعة. وإرسال ومرة أخرى. تنجح مارتينا هنجز، تنجح مارتينا هنجز في النقطة، نقطة مهمة جدا، كروس كورت جميل، وإرسال ساحق. وهذه المرة تنجح في رد، وإلى خارج الملعب بصعوبة بالغة. وتوزيا تتقدم بشكل، وكرة جميلة لمارتينا إلى المباراة النهائية لأول مرة هذا الموسم، وإلى خارج الملعب. وضربة ساحقة من آخر الملعب، مرة أخرى أيضا، وترمي بالمضرب التي ترتديها. ومرة أخرى كرة جميلة جدا الإرسال،
وتنهي الكرة القصيرة كرة الفوز بالمجموعة. وتخطئ فيها مارتينا هنجز. لا تزال هناك مارتينا هنجز الآن أفضلية لتوزيع. جميلة جدا لم تتوقعها مارتينا هنجز من أروع الكرة. 5-3. بكل 30 سنة. وأيضا مارتينا هنجز إلى خارج الملعب. خبرة وسماش كرة الساحة. ومرة أخرى ايضا الى خارج الملعب. وارسال ارسال ساحق ايضا. وانهاء بطريقه مارتينا هنجز. ارسلين لا شيء. وإلى خارج الملعب. وكرة تصطد في الشريط العلوي لبطولتي. إرسال كالعادة. ويسقط المضرب من يد ناتالي توتيا. ومرة أخرى كرة تتهيأ. وفعلا تتمكن طان صقر السويدي. وبكل قوة كرة قوية جدا. وأيضا تقدم مجموعتين فقط. وتخطأ فيها وشو. ومرة أخرى تتحرك. كرة جميلة لي. إذن هذا يبلغ 761 ألف دولار. أول خطأ فيه. بكل روعة ايضا ترد. 30. وفور هاند بكل قوة كرة لا. وتتألق الآن الفرنسية. وتظهر فيه. على الخط كرة على
بكل روعة كرة جميلة يصفق لها الجمهور هنا في الملعب الرئيسي. شوف هذه الكرة، تقدم جميل كان لتوزيا، ولكن كرة لوب جميلة جدا على الخط كسب هذا الشوط، وفعلا تخطئ. وتنهي فاصل من الكرات، فاصل جميل جدا. وكرة جميلة أيضا لوب. وكرة إلى خارج الملعب. الكرات القوية من الخط، وانهاء. وكرة الى والى خارج الملعب. الان لمارتينا هنجز، وارسال في منطقة صعبة. ومرة أخرى تخطأ في الكرة الأخيرة. خارج الملعب 5-3. وينر شوت. وتحرز الآن اللاعبة السويسرية. نقطة. وتتوقع توزيع الكرة الأخيرة، ولا كرة مباراة النهائية. أول نقطة لهذا الشوط. وروعة هذه الكرة الأخيرة فعلا، القوة كرة الفوز بالمباراة. وفعلا تقدم جميل وإنهاء رائع جدا، وبطولة خامسة لمارتينا هنجز. مشاهدينا الكرام، متابعينا عبر قناة دبي الرياضية، إذن مارتينا هنجز